مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في رونديفو 9 كالعاده نرافقكم على مدار الساعتين. انا محمد بوغلاب. مساء الخير محمد، مرحبا بك. اليوم نستقبل مبروك كرشيد وزير املاك دوله وشؤون العقاريه، ونرجع معه على اخر مخرجات المجلس الوزاري المضيق اللي كان مخصص اليوم لمتابعه ملف الاملاك والاموال المجمده بالخارج. من ثم نستقبل ايمان جزارة عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي للحديث عن اخر المعطيات في علاقه بملف الاغتيال، أيضا الخطوات القادمة اللي تنوي اتباعها هيئة الدفاع. ونختم بتصريحات المثيرة للجدل لراشد الغنوشي في علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهني برشا جدل مثار حول هذه التصريحات وحول دور الدبلوماسية التونسية في التدخل على هذا المستوى. هذا الكل نشوفوه مع ضيوفنا كل من توفيق والناس الدبلوماسي السابق لدى الأمم المتحدة وسمير عبد الله الدبلوماسي السابق أيضا. لكن قبل هذا الكل فلاش انفو. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان الصليتي أكد أن الأبحاث التحقيقية في ملف العملية الإرهابية اللي جدت أول أمس بالعاصمة تسير بخطى إيجابية جدا. وذكروا أن الصليتي كان نفى يوم الحادثة إيقاف أي شخص يشتبه في تورطه في العملية، وأكد أن الانتحارية استعملت عبوة ناسفة بدائية الصنع وليس حزاما ناسفا. نهوني الأسلم محمد أنه خلي القضاء هو اللي ياخذ مجراه، يكشف جميع التفاصيل، يجيب عن جميع التساؤلات، خاطر شفنا برشا جميع ولا يفهم ويحلل وكثرة الروايات وناس كل عندها دراية بالمسائل الفنية بالمسائل التقنية، وتعطل هذه نوعا ما عمل القضاء وسير الأبحاث. وإحنا من حيث نعلم أو لا نعلم نعطيه فرصة لمن هب ودب، كل واحد يلبس كاسكاته واللي خبير أمني واللي يعني خبير جيوستراتيجي، هذا نقوله معناه لملء ساعات البث الطويلة. شو يولي يصير؟ يولي هو أنك تعطي يعني الكلمة للي يجي باش يقول اللي يحب، والرأي العام راهو يعني يمكن توجيهه، يعني الناس تتأثر باللي تسمعه في الإذاعة أو في التلفزة أو تقرأها في جريدة فضلاً عن مكينة الفيسبوك. ثم بعض النقاط اسمح لي نحب نشير لها. الملاحظة الأولى، اليوم أنا سمعت من واحد من اللي كانوا يأطروا في الوقفة الاحتجاجية اللي صارت قدام المسرح البلدي قبل التفجير الإرهابي، يقول لي أنه الإرهابية كانت معاهم في وسط الوقفة الاحتجاجية، وهي ثم صور معناها كانت أصلاً واقفة بجنب أم الوليد أيمن العثماني، وقال لي كانت من بين فما ناس في وسط الوقفة الاحتجاجية حاولوا يحولوا وجهة الوقفة الاحتجاجية أيا نمشيوا قدام الداخلية. قال لي لفت نظري أنها شد تصحيح باش أيا نمشيوا للداخلية، وهو يعني السيد مستعد باش يدلي يعني بشهادته لدى السلطات القضائية متى تمت دعوته. ومدام جبت على أيمن العثماني، اليوم السيد رئيس الحكومة هبط عمل يعني جولة في شارع الحب بورقيبة كرسالة أنه الدولة واقفة على ساقيها ومثلا مش خوف، والشارع يبقى كما هو مفتوح لعموم التوانسة وتقعد الحياة فيه مستمرة، وخاصة ساعات قبل الانطلاق أيام قرطاج السينمائية. أنا أظن أنه عائلة أيمن العثماني تستحق زيارة من يوسف الشاهد. أيمن العثماني ما هوش مجرم وما هوش مهرب وما كانش يعتدي على أعوان الحرس الديواني، حظه العاثر قاده باش يكون في اللحظة ذيك موجود ومات. عائلته المسكن متاعهم متعرض يعني للفيضانات يعني من مدة قليلة، عائلة في ظروف يعلم بها كالربي. ثم الحقيقة ثم نوع من الإحساس بالغبن في سيدة حسين. نقول الكلام هذا باش ما يبداش ثم صوت واحد هو اللي طاغي، لأنه حتى التحركات اللي صارت من بعد احتجاجا وحرقوا العجالي وسكروا الكياس، لكن ما نظنش اللي صار مثلا اعتداء على أملاك عامة أو أملاك خاصة، ما حرقوش ممتلكات الناس، ما اعتداوش على المنشآت العمومية. الناس حاسة بالغضب لأنه ثم شكون يقول، وهذا يلزم تتثبت فيه السلطة مش فقط التحقيق يعني شو اللي صار، أنه الحماية المدنية تم الاتصال بها وما جاتش معني لنقل أيمن العثماني للمستشفى، أنه أولاد حومته هم اللي هزوه للسبيطار، أنه نهار اللي تم إطلاق سراح أعوان الديوانة شركة نقل تونس وقفت 80% من الكيران ألا توصل سكان سيد حسين، يعني ولدت يا إما يعني الخط هذاك ما يخدمش وإلا يهبطوهم في الزهروني وفيما يسمى رومبوان بندحة يعرفوه معنى بلاد العاصمة. يعني وقت اللي أنت تعاملني يعني كمواطن بالطريقة هذه إيش معناه؟ ما
معناها كأنك حقرني وتفهم الغضب متاع الناس. أنا أتمنى أنه رئيس الحكومة يزور هو عائلة أيمن العثماني، لأنه هو مواطن وعائلته معناها توانسة، ما مش من الدرجة الثانية، ويستحقوا الاهتمام. ملاحظة أخيرة فيما يتعلق بالحادثة الإرهابية، ثم كتاب أنا يهمني أنه الخبراء اللي ينتحلوا الصيفة كما بيعت الزلابي والمخارق في سيدي رمضان، كانوا بيع في الخضرة في سيدي رمضان يدورها يعني مخارق باجة. هذا كتاب مهم جدا عن النساء والإرهاب. الكتاب من تأليف دكتورة أمال الجرامي، أنا لا يهمني فيه الحقيقة، خاصة هو مجهود الصحفية زميلتنا بجريدة الصباح منيا العرفاوي. كتاب مهم جدا يعطي يعني للسادة الخبراء معناها مادة أنهم يقولوها يعني تكون أكثر جدية ومصداقية. قررت السلطات القضائية في مدنين إتلاف حوالي 180 كيلوغرام من لحوم الدواجن تبين أنها تحتوي على بكتيريا سالمونيلا، تم حجزها بمطعم فوج وحدات تدخل الحرس الوطني ببنغردان. هوني نحكيو على 180 كيلوغرام محمد، لا نحكيو على كيلو، لا نحكيو على اثنين. شو موصلهم للمطعم؟ كيفاش خافلتوا من الرقابة؟ كيفاش ما نفقوش بهم قبل؟ هذا يراهو الشيف كوزيني هو اللي فاق بهم، وشك جه شكوك على مستوى اللحوم اللي باش يطهوها، وبلغ عليها باش اكتشفوا انه 180 غرام راهي فاسده ما ماهيش صالحه. لا هو خبر عادي، الاستثنائي فيه انه وصلنا يعني المطعم نتاع وحدات التدخل، تدخل الحرس الوطني. اما كل يوم تصفح يعني الجرايد التونسيه يعني مئات الكيلوات اللي تم اكتشافها من يعني اللحوم الفاسده، سواء يعني اللحوم الحمراء واللحوم الدواجن. عادي السلوك هذا في تونس، مبروكش ياسر، معناها لا مش أول مرة نعرفه. اليوم خاصة وحدات التدخل الحرس الوطني، نذكروا حتى في المطاعم المدرسية قبل المطاعم الجامعية، ونذكروا حالة التسمم اللي في المطعم الجامعي في جابس، وإلى حد الآن نعرفوش لا علاش لا كيفاش لا وين وصلت التحقيقات كما العادة مالوغوزمو. نواصلوا أخبارنا. ويقال المنسق العام لحركة نداء تونس رضا بالحاج خلال مداخلة له على قناة الإخبارية السعودية في تعليقه على الحادثة الإرهابية بشارع الحبيب بورقيبة، إنه البلاد تعيش أزمة حكومية نتيجة محاولة حركة النهضة الالتفاف على إرادة الناخب والاستيلاء على السلطة ومفاصل الدولة. تونس تعيش فيه أزمة، أولا أزمة حكومية، أزمة حكومية ناتجة عن محاولات استفراد حركة النهضة بالسلطة وقيامها بانقلاب على إرادة الناخب. الناخب انتخب حركة نداء تونس سنة 2014، اليوم حركة النهضة تتحالف مع رئيس الحكومة للاستيلاء على السلطة وعلى مفاصل الدولة. كانت هذه تصريحات رضا بالحاج لقناة إخبارية سعودية. يقول قائل شي هم مواطن سعودي أنه يعرف الشأن الداخلي تونس وهالعرك والمعروك ما بين أحزاب تونسية النهضة ونداء. أنت مشيت لمربط الفرس. أنا الحقيقة أستغرب أنه رضا بالحاج اللي كان في فترة ما مدير الديوان الرئاسي ينشر الغسيل الداخلي فين؟ قبل يعني قبل الثورة كتشوف الشأن التونسي يناقش في قناة الجزيرة أو في المستقلة، مفهوم علاش؟ لأنك أنت كتسكر يعني فضاءات الحوار اللي عندك في بلادك، ما تلومش الناس أنها تحكي لبرا. وهو اللي كان يقعد في المنصف مازوغي كيفاش كان يتكلم في وسائل إعلام أجنبية لبرا؟ يعني باهي توا قناة الإخبارية شكون يتفرج فيها؟ تتصور فما عاقل في تونس يعني كي يدخل الدار ويحط قناة الإخبارية؟ ما نتصورش. يعني وقت اللي يصير رضا بالحاج يقول اللي حركة النهضة عملت انقلاب، ليش كون يقول فيه الكلام هذا؟ بالك شي يواجه في رسائل بن علي غادي مادام في السعودية. تو مازلنا يعني بعد 8 سنين ما فاضيين شغل نوجهوا في الرسائل، يكتب له جواب ولا يكلم منير بن صالح يعطيه نمر التليفون يكلم مباشرة. هذه هي سياسة المحاور، هذه هي سياسة المحاور. راشد الغنوشي معناها اختار المحور متاع قطر وتركيا، نقولها بشكل مباشر. سي رضا بالحاج اختار التمترس وراء محور السعودية، هو يكلم في السعودية، في السعودية الرسمية يقول ها والسعودية، هذا سي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة راهو هو اللي قالكم خاشقجي هو البوعزيزي، وأنه يعني لم حلكم مش تصير ثورة عندكم كما صارت عندنا، راهو مذوم اخطر على تونس. أنا الحقيقة أنه مستوى الانحدار في الخطاب السياسي اليوم يعني هبطنا للقاع وما زلنا نحفره. لوين ماشيين؟ غدوة نلقاو في تلفزة السنغال والآخر في تلفزة موريتانيا، شنو ولا صاير هذا؟ يا أخي ما فماش حد، العرك هذا ما عندوش حدود. العركة لهنا تواجه تخرج فيها للسعودية الواه،
تستنجد بالسعودية بالضبط كل اللي يستنجد بقطر وتركيا أو اللي يستنجد بفرنسا. ما احناش قادرين يعني نديروا خلافاتنا ومشاكلنا وحدنا بين بعضنا وبعد نطلعوا نحكيوا على الوطنية. في موضوع كريم الواحد يخليها لهم البلاد وهج. في موضوع آخر، قررت اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قررت نشر القائمة الخاصة بالمترشحين المعنيين بالتجديد الجزئي في موقع مجلس نواب الشعب، وقد بلغ عدد المترشحين 30 مترشح موزعين كالآتي: 12 مترشح في اختصاص المعلوماتية، 17 مترشح في اختصاص المالية، ومترشح وحيد في اختصاص القضاء المالي. هذا باش يتم إثر ذلك قبول الطعون على أن يتم عرض القائمة على الجلسة العامة لانتخاب 3 مترشحين. تقول قايزة ما تكون هذه بداية الانفراج في مسألة العليا المستقلة الانتخابات. هذا نتمناوها الناس الكل، إن شاء الله ما تدخلوش الانتخابات البلدية، وإحنا ما زلنا في العرك والمعروك اللي شفناه التشريعية بيتو في الانتخابات الفاضلة. تم اليوم إمضاء اتفاق زيادات في أجور العاملين في السياحة ووكالات الأسفار بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ورؤساء جامعتي النزل ووكالات الأسفار والجامعة العامة للسياحة. يعني به التصحاح من النوع هذا يبشر بخير، أنه نهار 22 نوفمبر ما ثماش يعني ضرب في الوظيفة العمومية. ماذا بينا ديما نسمع أنه يصير توقيعات لمحاضر اتفاق بين الأطراف الاجتماعية، هذا مهم. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه باش يتم بداية من اليوم مشروع في صرف أجور العاملين في الآلية 20، وذلك بعد ما تم تسوية وضعياتهم وإعادة تصنيفهم. وتعرف وضعية العاملين هذوما قداش خرجوا مرة في احتجاجات وقداش طالبوا بتسوية هذه الوضعيات. مطلوب معناها الزيادة مش فقط يعني للي وضعيته إلى حد ما يعني يبدأ مرسم، الوضعيات الهشة عمال الحضار أيضا يعني ملف اللي هو ملف شائك بالنسبة للحكومات المتعاقبة، يلزم فما حلول. معناها مش بالضرورة ويكون الحل الكامل الشامل، أما ما نخافوش من مواجهة الملفات الصعبة، يلزم تفككهم، يلزم تلقى حلول ولو جزئية، وقت اللي تلتزم يعني بوعود مع الأطراف هذه تحققها. مطلب منك حد كحكومة أنك تعمل كن فيكون، أنك في لحظة يعني تسوي وضعية عمال الحظائر الكل، ولكن أبدأ المعلمين النواب مثلا مش كل آخر هذه الوضعيات اللي الناس معناها يعتبروا أنفسهم ما عندهمش صوت يحكي عليهم، ما يلزمش الدولة تغفل عليهم مهما كانت تفاصيل الملفات هذه، وشكون على حق وشكون على باطل، وكيفاش دخل وشكون دخل وكيفاش خدم، هذا الكل يناقش، ولكن هذه ملفات اجتماعية. ما تنجمش أنت يعني تقود البلاد وفما شكون في البلاد هذه يبدأ مواشي مطمئن على خبزة يوم. أنت ذكرت دايوغ الإكزامبل تاع المعلمين النواب، تعرف ساعات الواحد يسأل برشا تساؤلات كي يشوف تقريبا عندك مدارس عندهم مواد عم ناول سنة دراسية كاملة ما غير تاريخ ما غير جغرافيا ما غير مادة العربية، وفي نفس الوقت عندك ما بين 10,000 و15,000 شغور، وعندك معلمين نواب يطالبوا بإدماجهم في الوظيفة العمومية، تطرح عديد الأسئلة هوني محمد. وإحنا مو بلادنا الصغاريد أكثر من الكسكسي. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في لقائها برئيس الجمهورية على هامش قمة العشرين للاستثمار في إفريقيا ببرلين، أكدت دعم الصندوق للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية اللي تنتهجها تونس من أجل دفع النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. هذا وأشارت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أنه رئيس الدولة كان التقى أيضا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللي شدد على مساندة بلاده المطلقة لتونس في مواجهة التحديات الأمنية والتصدي لظاهرة الإرهاب وجذوره. بالنسبة للتنسيق الأمني بين تونس ومصر يعني موجود وفما، وما تنجمش أنت كدولة أي دولة كانت في العالم ما تنجمش يعني تكافح الإرهاب وحدها. نتذكروا مليح يعني دور المغرب في ملف الإرهاب في فرنسا. احنا الكل يعني نفس المعاناة، يعني الدول المنطقة اللي يهدد مصر يهددنا، التعاون الأمني مطلوب، لكن نتمنى انه ما تكونش العلاقات يعني بين زوج دول علاقات امنيه فقط، المجال متاح باش تكون العلاقات اكبر. بالنسبه لدعم الاصلاحات الهيكليه من طرف صندوق النقد الدولي، الكلمه هذه تنجم تخوف. معناها شو طبيعه الاصلاحات؟ احنا ديما هالعلبه السوداء ما تعرفش شنو فيها. في المرحله الحاليه فما مشكله نتاع كتله الاجور اللي صندوق النقد الدولي يطالب بالحد منها.
مدى قدرة رئيس الجمهورية على إقناع الأطراف اللي الداعمة لتونس وخاصة كريستين لاغارد بصفتها رئيس صندوق النقد الدولي أنه هامش من المناورة أنه يسمح بالمحافظة على الحجم الحالي لكتلة الأجور لأنه فما التزام مع الطرف الاجتماعي. الإصلاحات اللي تحكي عليها كريستين لاغارد هي الإصلاحات اللي يفترض احنا وحدنا نعملوها، اما كي احنا ما عملناهاش يعني طوعا تلقائيا هما يفرضوها رغم اللي التزمنا بها في وقت سابق، هما يفرضوها لان احنا مشينا لهم قلنا لهم عاونونا راهو ما عادش قادرين وحدنا، دونك يلزم نبداو اليوم. وكل تاخير في الاصلاح بالضبط كيما واحد عنده عضو في البدن مريض، كل ما يتاخر في انه يمشي للطبيب ويعالجه كل ما الوضعيه تسوء، كل ما ناخروا اصلاح ملفات معقده من بينها ملف الدعم اللي الناس كلها واهقة على امتداد يعني سنوات طويلة. مشكل حقيقي في البلاد اليوم أنه الدعم اللي كان يعني حجمه هكا اليوم ولا وإحنا نتفرجوا فما ملفات الصناديق الاجتماعية يلزم تلقى حل، على خاطر الحلول متاع صب الشهاري المرة هذه وسلكها الشهر الجاي ما نجمش تواصل إلى ما لا نهاية له. قطاعات اللي يلزم إعادة هيكلتها في القطاع العام، قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع التعليم، هذو ما لا يلزم نبداو. تقول لي معناها الحكومة في عامها الأخير، والله كي تكون في ربع ساعة الأخير اللي عنده رغبة باش يبدأ يبدأ، أما أنك تأجل المشكل وتقول أني خلي اللي بعدي لوح له الكورة اللي هو من 2011 وكل واحد يلوح في الكورة للآخر. أكد وزير المالية رضا شلغوم أن تونس غير قادرة على تحمل أي هزة اقتصادية في ظل نسبة المديونية المرتفعة، وقال أن البلاد ما تنجمش تعيش بنسبة دين عام تفوق 70% من الناتج المحلي الخام، كما بين أن المؤسسات الأجنبية المقيمة في تونس لها النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية. ما تنجمش تعيش بنسبة مديونية فوق من 70%، غير قادرين أنه باش اليوم نواجه أي هزة اقتصادية أو أي إذا كان مديونية ب 70%. ولذلك أنا البوان دانفليكسيون لو بلوز امبورطون بالنسبة لميزانية 2019 هو الكون أون فا غاني تونس باش تربح نقطة باش نخفض بنقطة في نسبة المديونية. إذن هذه هي تصريحات وزير المالية يحكي على نسبة الدين اللي تفوق تقريبا 70%. وهوني نحب نسوق معلومة أيضا اللي تونس تتغيب على صدارة البلدان الـ15 الأكثر استقطابا للمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة لسنة 2017، نلقاو حضور لإثيوبيا ولكينيا وتونس غائبة عن هذا التصنيف. معادي معناها مش مفاجئ، لأنه الدول هذه اللي احنا ننظروا لها من فوق على اساس انه احنا هاربين بهم في هذوما الدول الافريقيه جنوب الصحراء يلزم نصلحوا. هو المستثمر الاجنبي باش يجيك يلزم المستثمر الوطني هو يجيك. شنو اللي يمنع؟ يلزم نعرفوا شنو هي الوصفه اللي تخليك تستقطب. ما يعنيش انك تفرط في حقوق العمال، مش هذا هو تضمن حقوق العمال، ولكن شنو اللي توفره انت كدوله من امتيازات من خدمات. معناها المساله معقده، مش فقط يعني هي إعلان نوايا وتصريحات، وإلا يعني رئيس فرنسا يثني على تونسي بعد ما أذوى، إلا يقول لي يعني تصور أنت رئيس دولة أوروبية يقول يعني للمستثمرين يمشيوا لتونس، هي مش يسمعوا كلامه؟ هذه دول ديمقراطية، مش يسوق فيهم هو يعني كقطيع من الأغنام. احنا يلزم شنو اللي نقدموه للمستثمر، شنو هي الصورة اللي نبيعوها ونروجوها على رواحنا، هذا المهم. فقط خبر نسوقه، منذ قليل البنك المركزي يشير إلى ارتفاع رصيد تونس اليوم 34 أكتوبر من العملة الصعبة إلى 83 يوم توريد، بعد ما كانت البارح في حدود 73 يوم فقط. وما زالت يعني أمورنا صعبة، ما زالت يعني 79 ولا 83 معناها مش يخلينا يعني ننتفض فرحا، الأمور ما زالت صعيبة. لا هذا راهو ارتفعنا ل 83 محمد بوغلاب نتيجة ضخ 500 مليون دولار في خزينة الدولة نتيجة خروجنا السوق المالية العالمية. يلزمنا نخدموا على رواحنا، يلزمنا نخدموا على رواحنا. فما طرق واضحة يلزم انتهاجها. نعرف أنه المناخ السياسي لا يسمح بأي شيء، لا يسمح بالكثير. قلت نناقشوا في قناة الإخبارية أنه يوسف الشاهد يعني هو والنهضة ينقلبوا على نداء تونس. معناها هذه من علامات الساعة. لو بورقيبة جاء حاضر اليوم ويلقى التوانسة يحكيوا في قناة سعودية على مسائلهم الداخلية، والله شيء مؤسف.
نستقبل كما قلت لكم ضيفنا الأول مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، لكن قبل ذلك خلينا نرجع على أبرز ما ورد في المجلس الوزاري المضيق المتعلق بالنظر في ملف الأملاك والأموال المجمدة بالخارج، ثم نعود ونستقبل ضيفنا. منذ 2011 انطلقت مساعي تونس لاسترجاع الأملاك والأموال المنهوبة، لكنها لم توفق إلا في استرجاع زوز طائرات وزوز يخوت و250 ألف دولار من سويسرا و3 مليون دولار من أموال أحد أصهار بن علي و28 مليون دينار من لبنان من أموال ليلى بن علي، وهي حصيلة كان اعتبرها وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد ضعيفة ومخيبة للأمل. اليوم وفي عقاب اجتماع وزاري مضيق، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد للتسريع في إحداث اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال بالخارج، فيما أكد وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد نجاعة آلية الاسترجاع الرضائي السابق لأوانه، وقال إنها نجحت مع مجموعة من رموز النظام السابق إلى حين البت في التتبعات القضائية. في شهر سبتمبر الماضي علق شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن السلطات التونسية لم تأخذ ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق على محمل الجد، وارتكبت أخطاء إجرائية وقانونية لاسترجاع تلك الأموال، إضافة لضعف التنسيق مع الدول المعنية. وقال شوقي طبيب إن جزء هام من تلك الأموال وجزء آخر تم استرجاعه من قبل الفاسدين. تهم عملية استرجاع الممتلكات والأملاك المنهوبة بن علي و48 شخصية من أصهار وأقاربه كان جمدها مجلس الاتحاد الأوروبي منذ فيفري 2011 بطلب من السلطات التونسية، وقدرتها منظمة الشفافية الدولية ب13 مليار دولار، منها 5 مليار دولار على ملك بن علي، وهي ثروة موزعة بالأساس في بنوك سويسرية وبلجيكية وكندية. عراقيل عدة تعترض السلطات المعنية في عملية استرجاع الأموال، أبرزها طول أمد التقاضي فيما يتعلق بالتتبعات الجزائية وصدور أحكام في غالبها غيابية غير قابلة للتنفيذ في الدول الأجنبية. لكن تخوفات تونس اليوم تتعلق بمخاطر رفع التجميد على ثروتها المنهوبة إذا تواصل عقم الدولة في استرجاع أموالها. في هذا الصدد يسعدني استقبال مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية. مساء الخير سيد الوزير، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك. قبل ما نرجع على مخرجات هذا المجلس الوزاري المضيق، نبدأ بحديث الساعة اليوم. تعرف لي تونس في حرب على الإرهاب مستمرة على قدم وساق. أولت البارح شفت شنو اللي صار في شارع الحبيب بورقيبة، هون نسألوا على الإجراءات الحكومية في مقاومة هذه الآفة. هل من إجراءات جديدة؟ هل من احتياطات جديدة تنجم تزيد تعزز وتقوي المجهودات وتضعفها جنب إلى جنب مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية؟ يعني صحيح، هي العملية التي تمت أولت البارح في شارع الحبيب بورقيبة معناها كانت ضد السياق العام الذي اعتقدنا أنه وصلنا له في مقاومة الحرب على الإرهاب، ولكن ربما يعني ما يمكن أن يكون سبب من اطمئنان جزئي هو أن المعطيات التي تقدم من وقت إلى آخر الآن بتقدم الأبحاث، وإحنا لازم نكون برشا محافظين في الحديث عن المعلومات، هو أنه يعني العملية معناها ربما بعبوة بدائية بإجراءات، يعني مازال هذا قيد التحقيق. قيد التحقيق. بالتالي نقول المناخ العام في تونس هو مناخ عام إيجابي في مقاومة الإرهاب، والتحول النوعي تم يوم 7 مارس 2017 عندما اقتنع الإرهابيون الموجودون في دول مجاورة قريبة أو في دول عربية وغيرها بعيدة أن تونس ليست حاضنة للإرهاب. هذه القناعة، هذه الرسالة وجهت إلى العالم. أنا منذ أسبوع أو 10 أيام كنت مع سعادة السفير الصيني في الجنوب التونسي، وصلنا لنقطة صفر على الحدود التونسية، الحدود الجنوبية التونسية الليبية، ويعني هناك تمركز هام وكبير لقواتنا البواسل من الجيش الوطني ومن الأمن الداخلي، وهذا يعني في كل مكان كانت فما حراسات، في كل مكان فما يقظة أمنية. يعني أعتقد أنه في العموم كما قلنا هي عملية إرهابية فاشلة جت من ذهنية مهزومة، مش كما جاءوا الإرهابيين في 7 مارس 2017 وقت اللي أرادوا وكانت عندهم عزم وإرادة على أنهم يعملوا حاجة في تونس ويعتقدوا أن تونس موجودة في الحاضنة. الآن هي عمليات، وهذا إن شاء الله الأيام تترجم وتأكد أن هذه العمليات هي في آخرها وفي آخر مطاف، وهذا من نجم يكون اللي بتظفر إرادتين، إرادة شعبية كما قلت عامة في كل تونس أنه
المواطن يقوم بواجبه على الإبلاغ على كل خطر أمني يهدد تونس، وبطبيعة الحال العزم والعزيمة تكون قوية وما فيهاش تراخي وما فيهاش ضعف عند الأجهزة الأمنية، وما يقولوش هنا انتصرنا، النصر في أن نواصل حراسة حدودنا وحراسة مدننا. أنا سؤالي يتعلق بموضوع المجلس الوزاري اليوم. نعرف الكل اللي موضوع الأموال هذه الموجودة في الخارج، ثم مرسوم 26 مارس 2011، هذا نص على تكوين لجنة يرأسها محافظ البنك المركزي، والمشرع يعني كان متفائل، كان يظن أنه خلال 4 سنين هاللجنة هذه مش ترجع لنا معناها المليارات الكل ومش يوزعوهم على التوانسة ونولوا في بحبوحة. يا أخي كما قال يعني زميلنا في التقرير، يعني طلع صابوننا نظيف، ما نجمنا نرجع إلا النزر القليل. شو ترتب على بعد 4 سنوات وما عملنا حتى شيء؟ الملف تحال لوزارتك سي مبروك للمكلف العام بنزاعات الدولة. سؤالي في جزئين، سؤال يعني الجزء الأول أنه تعمل مجلس وزاري في 3 ماي 2016 على أساس يتم تكوين لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة، اللي هي مش تتولى متابعة الملف، لأنه واضح أن المكلف العام بنزاعات الدولة وحده ما نجم يعمل حتى شيء، ما عندوش الأدوات باش يرجع حتى زو دينارات. من 2016 لليوم باش نسمعوا معناها موقف رئيس الحكومة يقول التعجيل بتكوين هاللجنة، عنا عامين ما عملناهاش. الحاجة الثانية وهي تقنية، من المعلوم أنه كانت ثم وثائق على غاية من السرية موجودة في البنك المركزي في خزائن حديدية، بما أنكم أنتم اللي تسلمتوا الملف هذا، سؤالي هل الوثائق هذه في حفظ، عندكم الإمكانيات يعني تماما كما البنك المركزي أنكم يعني تحفظوا الوثائق هذه المتعلقة بموضوع الأموال المنهوبة بطريقة غير شرعية واللي موجودة خارج تونس؟ شكرا. ولنا صحيح فيما مشكلة في النص وانت أشرت له، وهو أن المشرع كان عنده تصور حالم الحقيقة، وهذا يلزم قلوه للتوانسة. وأنا بقراءتي واهتميت بالموضوع متاع الأموال المجمدة لا فقط لتونس بل لبلدان عديدة في العالم، العملية هذه متاع سرعة الاسترجاع خلنا نقول بالدارجة حلمت أعترس، وكل دول العالم الاسترجاع فيها بعيد وبعيد ويأخذ حيز من الزمن طويل وطويل جدا. والقانون قال أن المكلف العام بنزاعات الدولة يجب أن يتولى مواصلة المهمة وما بقي منها، فلم تنجز اللجنة التي كانت بالبنك المركزي أي عمل من الأعمال ما عدا حالة ولا ثنتين فلوس من لبنان متاع لبنان. بالتالي كل العمل 50 ألف دولار متاع سفيان بن علي أي تكار هذا هم. بالتالي كل العمل بعتلي ولا عند المكلف العام بنزاعات الدولة، وخلافا لما ربما تم ذكره في التقرير هو السيد رئيس الحكومة اليوم أوصى بتدعيم اللجنة. أما اللجنة كوناها وعملت منشور رغم أن القانون موضحش كيفية إجراء اللجنة، شكون يعملها اللجنة؟ خذيت أنا الانسياتيف عملت بمنشور، عملت مقرر إداري مني أنا من وزير أملاك الدولة وشركت فيها جل الإدارات القضائية والمالية والإدارية المتدخلة في هذا الملف. يبقى فما فرع ثاني هو أنه أحنا في المكلف العام بنزاعات الدولة ليست لدينا إمكانيات للمالية، خلينا نكون واضح دي عملية بتاع تحرك تنقل الكثير من الدول، وليست لدينا حتى مراكز الأرشيف الملائمة لاستلام حقائب عديدة وعديدة جدا وفيها أسرار وأسرار معاملات مالية كبرى، ولجنة التحاليل المالية كانت اشتغلت على هذا الموضوع وقت لي كان الملف. هيئنا هذه الظروف ونقول الآن تم استلام الأرشيف وهو مؤمن تأمين جيد من مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة في وزارة أملاك الدولة للشؤون العقارية، وتمت بعملية معقدة بالأرشيف، ما تعرفوا الإجراءات مش سهلة. أيضا احنا موقفناش في هذا، فما داعمين لتونس، داعمين لتونس بمعنى أنه عندهم الرغبة في إنجاح التجربة التونسية في الاسترجاع. تحكي على دول، تحكي على منظمات دول ومنظمات دولية وخاصة الأمم المتحدة، ستار وغيرها من منظمات الأمم المتحدة اللي هي ولونيكري وغيرها من المنظمات الدولية التي تسعى لتحقيق اختراقات
ومع تونس خاصة في استرجاع الأموال. وقمنا بكثير من المجهودات الاتصالات خاصة بعض الدول. عندنا أزمة حقيقية، وخل المواطن يلزم المواطن يكون عنده تصور وجيد أن نجبدنا الموضوع هذا. أروا إحنا بعض الدول فقط تعاونت في تسليمنا مقدار الأموال المجمدة على أشخاص بحد ذاتهم وشنية حساباتهم وشنوها فيها. الباقي بعض الدول ترفض بمقتضى السر والقانون الداخلي أن تسلمك حتى المعلومة. بالتالي شكون الدول المتعاونة وشكون اللي رفض؟ ما نحبش الآن في أما لتعرف أن الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ ما عاد سويسرا ما يسلمش. كامل الاتحاد الأوروبي يقول لك جمدت لك بناء على طلبك في الأشخاص اللي ترغب في أن نجمدهم ولكن دون إفشاء السر. اخدم أنت خدمتك وأنا هاني على ذمتك. هاني على ذمتك تجيب أحكامك نهائية وباتة وقاطعة وأنا نجاوبك عندي ولا ما عنديش. أما راني خذيت الإجراءات الاحترازية لازمة طمنك من جانب أن خذين الإجراءات. مبروك حديثك هو حديث الصراحة. أي قبيلة قلت هل يعني استرجاع الأموال بشكل سريع هي منام تعترس. أي خليني نسألك، استرجاع الأموال في المطلق فيها أمل؟ فما أمل. نفس الوعود اللي قالوا لنا بعد الثورة استناوا يا توانسة مش ترجع الفلوس يعني. هاش عملنا احنا سي محمد، اش عملنا في للإسراع بالإجراءات؟ ثم مواطنين توانسة موجودين وثبت لدينا أن عندهم أموال في الخارج منذ 6 أشهر، بدينا في الاستدعاءهم فرد بفرد. إجا سي فلان تفلوا كل جاو يجوا قاعدين يجوا فما تعاون الحقيقة. إجا سي فلان أنت الأموال مجمدة في دولة بالحسنة معناه بالحسنة علاش لا؟ حل من الحلول الرضائية لإرجاع المال تحت حفظ الدولة التونسية. بالحسن طرابلسي مش تعيطوا له بالحسنة؟ لا مش بالحسن، ما قلت لك الموجودين في تونس. سامحني انا قلت لك الموجودين في تونس. اخي بالحسن موجود في تونس؟ تحبني نعطيك اسامي؟ مش عطيك معناه. اما بالحسن مش في تونس من الاول، قلت لك راه مش عندنا. الموجودين في تونس نتعامل معهم كمواطنين تونس، يمكن ان تقع اتفاقيات ارجاع بواسطه القضاء التونسي وباتفاق بينهم وبين المكلف العام بنزاع الدوله. وشرعنا عندنا 3 حالات قريبه ان شاء الله نوصلوا ان نرجعوهم قبل جانفي بواسطه قضاة التحقيق وعمل المكلف العام والسلطة الإدارية والقضائية. أيضا فما ناس عندهم ظروف خاصة، ربما يعني فيهم اللي يحب يسافر لبرا يعالج، فيهم لكذا، فيهم فما نقاشات وتليين مواقف لتحقيق اختراقات واقعية بطريقة رضائية. لكن سيد وزير في نفس الوقت هذه مقاربة الحكومة هذه على الأقل هو أن ما نجم نصلوا له بالاتفاق وبالصلح مع هؤلاء المعنيين نسعى له بهذه الطريقة عوض أن ننتظر. وصلنا مع سويسرا في نقطة ثانية فقط، هو أن نعمل جزء من الاختراق. لأن شنو الإشكالية؟ الأحكام اللي باش يعتبروها في الخارج أحكام صادرة عن ضد أشخاص فارين من العدالة. ويقول لك المحاكمة العادلة من شروطها مبدأ المواجهة. يعني كي ما يجينيش أنا شخص فار من العدالة إيش نعمل؟ قلنا لهم طرحنا لهم هذا الموضوع. الآن الأجهزة الإدارية والقضائية التونسية اليوم العشية وقع اجتماع ما بين أجهزة إدارية تونسية ومنظمات دولية مرتبطة بدول أوروبية على أن نلقوا حل لتجاوز المشكلة الإجرائية. يعني فما عمل ولكنه عمل يعني كبة، خلينا نكون بالدارجة، أنا ديما نفضل محمد يتكلم شوية دارجة، كبة مصرمة احنا نقوله في الجنوب. الكبة هذه بتاع الخيط ماشي كبة واضحة. توا بدينا فما جهد ولا يتقام، فما التفعيل لهذه اللجنة وتعزيزها بقضاة، تعزيزها بالبنك المركزي وتطويرها، لأن القانون ما قالش شنية شكون أعضائها. اليوم خذينا قرار في المجلس الوزاري تعزيزها وتوفير كل الإمكانيات لها حتى تشتغل أولا في مستوى ما هو موجود بتونس. طريقة قديش مدة العمل المتاحة ولا مفتوحة؟ لا هي مفتوحة بالقانون. مفتوحة بالقانون، ولكن أنا نفضل يقع تحوير. السيد الوزير فما شكون يلوم عليكم؟ أنتم يقول لكم المجهودات اللي تحكي عليها يقول لك هذه ما هيش كافية ويحملكم مسؤولية هذا التقصير. مثلا مش نجيب لك ديكلاراسيون شوقي طبيب في 17 سبتمبر يقول الدولة لم تأخذ ملف استرجاع الأموال هذه بغير وجه حق على محمل الجد وارتكبت أخطأ قانونية وأيضا أخطأ إجرائية إضافة إلى ضعف التنسيق مع بقية الدول. معني أكل حال أنا مضابي شوقي صديقي ومضابي مدني بالمعطيات اللي عنده. الأخطاء الإجرائية ما شفتش أنا بروسيديرال، نعرف بروسيدير بالبي ما شفتش أخطاء إجرائية. أولا قلت فما ثغرة في القانون، وإحنا نعده في نص قانون للمصادرة المدنية ونعده في نص قانون ربما لتغيير التشريع حتى نشجع الأشخاص أنهم يجوا ويعملوا تصريح مقابل صلح نعطوه لهم. لأن المواطن الموجود في الخارج يقول لك أنا باش نعطيك الأموال ومستعد نرجع لك ومستعد نعطيك الفلوس، لكن مقابل شنو؟ لابد أن نلقوا بالتالي ربما سي شوقي مو احنا في العمل نتاع المحامين وهذا ربما يطلب الأقصى
مش حق، لانه هو لجنه مكافحه الفساد ديما يطلع على البار شويه بغايه الوصول الى نتيجه ايجابيه في هذا الموضوع، وهذا حقه ونفهم مخاوفه، ولكن ما شفتش اخطاء اجرائيه. بالتالي شو نقول؟ الملف هذايا احنا رجعنا مبلغ من احد المتقاضين ومن زوجته مده سنه اللي فاتت، وتوا عندنا ثلاثه جدد ان شاء الله نوصلوا من هنا لجونفي تكون الاموال بتاعهم التي تم اكتشافها في تونس. فما واحدين اخرين ناقشوا معاهم رضائيين، اي مبدا النقاش الرضائي ما اضفناه في مجلس الوزراء اليوم وقررناه، ان مبدا النقاش الرضائي في ارجاع هذه الاموال نشتغلوا عليه. ايضا مبدا ايجاد نص قانوني يعطي تشجيع للراغبين في ارجاع الاموال الى تونس مقابل امتيازات ربما تكون معقوله وتشجعهم على هذا. تونس الريكوبير لارجون، احنا ما حشناش من الناس في السجون في اخر المطاف، ما حشناش من الناس تعاقب يعني عقاب معناها تشفي. حاجتنا يعني يربح من الجهتين، المواطن التونسي ينجم يعيش مرتاح حتى كارتكب اخطاء، والدوله التونسيه تسترجع اموالها. احنا تشوف الوزراء نتاعنا وظروفنا والمديرين نتاعنا نجروا من جهه لجهه باش نحقوا مداخيل للدوله التونسيه، عاد جحا او لا بلحم ثوره كما يقال، وارجاع هذه الاموال يكون بطريقه ربما ايسر. مهند بوغلاف، تحب نكملوا في هذا ولا نغيروا معناها؟ نكملوا ليه؟ نكملوا في نفس الصدد، تفضل. انا الحقيقه مانيش مقتنع ياسر انه مش يكون فما نتائج، معناها نخاف انه قاعدين معناها نحفروا في صخر ما يوصل لحد شيء. لليوم انت تعرف سيد الوزير انه ما تم اكتشاف حتى حساب بنكي للرئيس السابق بن علي، حتى حساب بنكي. تعتقد عنده انت؟ انا نسال. لا انا نعمل التشخيص بعيد على اعتقاداتي. تعتقد عنده ولا ما عندوش؟ هو عنده حسابات مش بالضروره اللي هي باسمه. مش باسمه، وجدنا حساب باسم زوجته ورجعنا منه. هي مو قعدنا غادي، معناها قعدنا ندوروا في نفس النقطة. شوف اسمع، هذوما طريقة التهرب في الأموال سي محمد طريقة معقدة. الإنسان اللي يحب يحط فلوس لبرا يعمل لي مانوفر تاع الإفراد الكل باش يوصل أن الأموال نتاعها. فما شركات فيترينات تعمل باسمه، وفما دول ما تعاونش اصلا، تبعث لاحد الدول في الخليج العربي ولا تبعث احد الدول في افريقيا ولا في بعض الدول تعتبر روحها بارادي فيسكال، ما تنجمش تعطيك حتى معلومه، ما تجاوبكش ورسالتك تمشي الى القمامه. يعني هذا راهو، شوف انا حضرت المده الفايته في لافير باشا اللي هي معروفه في نيجر، لرئيس الحكومة السابق اللي استولى على مبلغ كبير، ما وصل ورجع المبلغ هذا من سويسرا إلى الدولة إلا بعملية رضائية اتفاقية بعد طول تقاضي. بالتالي صحيح ما تقولوه مخاوفكم كلها معقوله، لكن ما يقع علينا وقع على غيرنا في العالم. يا اخي وين الاموال العراقيه اللي مجمده من عام 91؟ رجعت؟ قلت لك ما يرجع شيء، اللي مشى ما يرجعش. الور الاموال الليبيه رجعت ولا باش ترجع؟ ما نعتقدش، هذا انا نجاوبك، ولكن احنا عندنا حاله فما نوع من المساعده الدوليه الموجوده لاسترجاع هذه الاموال. هالرغبه الموجوده في نجاح تجربه الاسترجاع في تونس، احنا زاد نمشي شطر الطريق. اذا انا ما نقولش اللي ما نخيبش الامال، ولكن معناها هذا جهد دولي، جهد مجتمع مدني، جهد منظمات، جهد يعني دول عليكم بذل الجهد وما عليكم شويش بالنتيجه. انا نقول ان ما نقولوش راهو غدوه ولا بعد غدوه باش ترجع فلوس. واضح. واضح. هذه بالنسبة للفلوس، بالنسبة للأملاك المصادرة، الملف هذا تعرف فيه حتى هو جدل كبير عندكم، حتى الدولة التونسية يعني أقريتوا أكثر من مرة أنها قاعدة تواجه في صعوبات كبيرة لبيع هذه الأملاك المصادرة. تصدم جوستومون، تصدم بإجراءات قانونية، بإجراءات ترتيبية. اليوم بطء كبير يظهر لي في اتخاذ هذه الإجراءات من أجل أولا هو الموضوع هذا سؤال أنتم كأعلامين وجهه للسيد وزير المالية. أنت عضو يعني كوزير، إيه انت عضو في اللجنه، يعني عندي شكون يمثلني، مش انا، مش شخصي. وزاره تملك الدوله مياش إيه معناها اللي هي الواجهه الحقيقيه لهذا الموضوع وزاره الماليه. ما يسالش المعلومه حتى نكونوا، ولكن نفيدكم. انا نقول يوقع المده هذه هو تقدم حقيقي في ملف الاموال المصادره، ويكفي انكم تقروا الاعلانات في الجرائد وفي المؤسسات الاعلاميه، سواء الشركات اللي وصلنا الحلول مع اصحابها، لان عندنا شركاء مصادرين اجزاء، ولكن فما ناس مش مصادره لها. هذم وصلنا الحلول الى البيع المشترك، وتوا الاعلانات موجوده في اهم الشركات الكبرى، وفما بيع تم المده الفارطه في احد المؤسسات الماليه. ايضا شوفوا عقاريه قمرت وعمليه البيع للعقارات اللي باقيه. انتم تدوروا الان في تونس تلقوا ان الملك مصان اكثر، وتلقوا عليه ملك دوله للبيع، وتلقوا اشهارات في كل مكان تمشوا. اذا عمليه اصبحت، وكل جمعه الاجتماعات، احنا كي جينا نلقوا الاجتماعات تقع ثلاثة اربع شهور، كل ثلاثة اربع شهور يقع اجتماع. تو الاجتماعات نتاع البيع
تنعقد الجلسة كل أسبوع، بالتالي هذا ملف أخذ في وزارة المالية بكل جدية، نظمت الكرامة القابضة عقاريد جامارت، وبدينا في عملية البيع بنسق عالي، وبدون المداخيل السنة اللي تحدث على السيد وزير المالية في وما يتوقعه من البيع، حققنا المبالغ المتوقعة من البيع سنة 2000. ما نحبش نطول في الموضوع هذا، ولكن زوج ملاحظات. يعني تقول لي الحكومة هذه وتوا يعني نسق الاجتماعات أكثر، الخلاصة الحصيلة شنية؟ الحصيلة اليوم ثم عشرات السيارات في مطار تونس قرطاج مصادرة مطيشة صيفا وشتاء. الحصيلة أنه تلقى سيارات، ثم سيارة في الباركينج في شارع 9 أفريل وين دار الحزب القديمة، المعاليم متاع الباركينج يعني ولات 4000 دينار وهي ولات خردة، يعني حذتها خسائر الدولة. الحصيلة أنه إذاعة كما إذاعة شمس طيلة سنوات وما يدللوا عليها، هو في حومة، في حومة كي تبدأ فما دار يدللوا عليها للبيع، كي يقعدوا 4 سنين يدللوا عليها وما تباعش يقولوا فيها عيب ما عاد يشريها حد. معناها قيمة المؤسسات الكل طاحت، الظروف متاع الناس اللي تخدم غادي، الناس معناها تغفق يستنى في الشهرية متاعو. معناها الحقيقة التعامل، أنا ما يهمنيش في التفاصيل، يهمني في البرسيبسيون متاع التونسي، يرى أنه الأملاك هذه اللي يفترض ترجع المجموعة الوطنية تم التعامل معها بطريقة إدارية بيروقراطية ولا حارقهم قلوبهم. اليوم غدوة بعد عام مش قضية، الكرامة القابضة شهريهم متوخر، ما توخرش من رئيس المدير العام للعون الحراسة ياخذوا شهريهم، أما اللي يخدموا في المؤسسة المصادرة ينجموا يستناوا معناها شهر وشهرين وما ياخذوا شهريته. معناها ثم حاجات الناس تطلب أنه توي في هذه يصلح حزب توي، مش متاع نأجلوها الغدوة أو شهر الجاي. شو سي محمد، يعني ما نجموش تحسبونا على 7 أو 8 سنوات، ما قلتوا فيه بارشة صحة، وأنا بيدي تفاجأت بأنه كي جيت نلقى ياسر بطء في التقدم، وأموال خربت، ديار خربت، قصور يعني كانت جميلة جدا وفي كانت يمكن تستغلها الدولة، وأنا زرت بيدي تذكر أوتيك مشيت لها وضايع على خزينة الدولة. شوف شوف متفقين، ولكن أنا أتحدث على ما صرنا إليه، ومن حقي باش نقول الكلام هذا، راهو تقدمت الوضعية. علاش لازم نقولوا ديما هاك تشوف أنت اسمنت قرطاج عرض البيع نتاعو تم، الألفا موتورز شو اسمه الألفا موتورز يعني اللي نتاع اللي فيها السيارات الهونداي يظهر لي العمليه نتاعها تمت، بنك الزيتون العمليه نتاعها تمت، وهذا ما وقتش تموا، تموا بعمل وبجهد كبير، وراه فما نقاشات مطوله تقع من الشركاء نتاعنا، لانه فما المشتري الاجنبي يحب يجي يشري على نظافه، ما يحبش يجي يشري، يعني فما تعقيدات اداريه، لكن تقدمنا كي تشوف الملفات الكبرى تقدمنا فيها، شوف عمليه البيع التي تمت في وشوف الجرائد يعني صحيح بعد 7 سنوات كان المفروض نتأسف، أنا نتألم وقت نشوف نتعدى من بحث بقعة قصور برا. شوف قصر بن علي السابق اللي هو مصادر اللي هو في 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 سيدي بوسعيد، يعني احنا تدخلنا المدة الأخرانية وقمنا بالإجراءات، يعني بقي يعني من غير صيانة وتأنجكسيون تاع الزرارق ما صارتش، هذا كله راه. أما هذا ما جناه علي أبي ولم أجني على حد، احنا جينا ولقينا هذه الوضعية، كيفاش تعاملنا معاه؟ من سقط 3 شهور ولا كل أسبوع، غيرنا التغييرات اللازمة، حركنا، بالتالي هذا هو العمل، عمل الحكومة. تعرف والإدارة التونسية ما خلقناهاش احنا، صحيح فما لونتور موجود في الإدارة، ولكن الإدارة تجاوب. زاد راس يا سي محمد، يلزم من حق جماعة الكرامة القابضة أن ياخذوا شهرين في وقت، ومن حق زاد المؤسسات المصادرة في الوقت. أنت توا تدافع شوية على زملائك، وأنا أعرف الموضوع، رانا دفعنا من المال العمومي وأعطينا من خزينة الدولة باش نخلصوا، والأسبوع اللي فات أنا أمضيت على مع رفقة الوزراء الآخرين معايا على الخلاص بتاع المبالغ. ليش؟ لأنه تعرف هذه مؤسسة إعلامية، والمؤسسة الإعلامية احنا نحترمها ونحبوها تعيش ونحبوها تبقى، لأن كل منبر إعلامي هو إضافة للديمقراطية وإضافة للبلاد، ولكن تعرف بيع المؤسسات الإعلامية عملية صعبة وصعبة جدا، ولأنه تأخذها بالعنصر البشري اللي فيها بتوجهاتها بأفكارها، ما تعرف هذا الكل. أني ما حبيتش الموضوع يولي هيك يعني لا يعني، لكن معاك هذا الكل معاك، لكن زاد طريقة الإدارة وقت اللي يكون باش تبدل أنبوبة أنت في مؤسسة مصادرة يلزم ترجع للكرامة القابضة يولي عيب. صحيح. أنت كيفاش تحب مؤسسة إعلامية صحيح. تكون معناها متألقة وقت اللي تدار بالطريقة هذه، كل حركة باش تشري ستيلو يلزم معناها الكرامة القابضة باش تعمل صفقة. شوف سي محمد، هذا معقول سي محمد؟ وبعد جيت حاسب أنت المؤسسة الإعلامية. شوف سي محمد، تعرف شنو المشكلة هذه؟ المشكلة أعمق في الموضوع هذا،
خلنا هو نقولوه تجي باش تعمل صفقة عمومية تخدم 5000 و6000 بشر كيما مشينا مرة المنزل الحياة باش نعملوا عملية. المشكلة أنك باش تجي تلقى روحك في نصوص جامدة في نصوص قديمة تبعث البرلمان تو نصوص تستنى الصف بالعامين بالثالثة باش يوصلك دورك في البرلمان. ما هذا الموجود ولا لازم نقولوا اللي احنا الصفقات العمومية الآن تعطل مسيرة التنمية. مش قدمنا قانون المبادرة الاقتصادية ما له رسمه قانون المبادرة الاقتصادية التوى ما مرش. أصبحنا نسعى إلى أنه نعملوا أنفارس لبروسيدور باش نوصل النتيجة نقدمه. نمشي الملف آخر، ملف استرجاع الأراضي الدولية الفلاحية. في ظرف سنتين يظهر للوزارة تمكنت من استرجاع حوالي 30,000 هكتار. هوني نسألوا قداش مازال، وبالنسبة ليهم هذوما الكل قداش بشي وقتاش بيتو بشي تم استرجاعهم بصفة كلية؟ شوفي أولا هذايا ما نصورش أنا يعني الجهد هذايا يمكن أن يغمد مش الوزارة، لأنه هذايا جهد مشترك ما بين ولاد وحرس وطني وإدارات مختلفة في أن نرجعوا 31,000 حوالي 31,000 هكتار في ظرف سنتين. 31,000 هكتار راهو أرض شاسعة جدا وراء إمكانيات كبيرة للاستثمار الفلاحي. كيفاش باش يتم استغلالها في تيما؟ لا والآن ما عادش عندنا ملكيات كبرى تحت يد الغير. تسمعوا أنتم البلاغات اللي تخرج عن وزارة أملاك الدولة بتسمعوا إلا بعض القطاع الصغيرة اللي بقينا نرجعوا فيها وفي مناطق نائية. يعني وصلنا نرجعوا بالألف 1500 هكتار مع بعضهم ونبقوا في التنفيذ 3 أيام، وهذا يراه جهد كبير جدا. أنت تصوري أي إنسان تأخذ منه حاجة تعود عليها شهر، فمن بالك بناس عندها من 2008 و2009 وهي تضع أيديها على عقارات وتعيش منها، وناس مسلحة بالقوة وناس مسلحة بأفكار وهذا تحدثت في مصر. وبالتالي هذا جهد للإدارة. احنا مقاربة عملناها في الوزارة في إطار الحوكمة في إطار الاسترجاع. كيفاش الآن نتعاطوا في العقارات اللي استرجعناها؟ تعاطينا تعاطي إداري عادي المتعودين عليه في المجال، وهو لسان فيديا شركات التنمية الفلاحية، المقاسم الفلاحية، الصغار الفلاحين، وأضفنا ونعتبر هذا إضافة إيجابية جدا ومحلت وباش تحل مشكلة كبيرة، وهو إعطاء عقارات لفائدة المعطلين على العمل من أصحاب الشهادة العليا. وهذه مقاربة ثقافية. قداش عدد منتفعين بالإجراء هذا؟ يعني هو هذا نظمناه وبدينا فيه. احنا مثلا في القيروان 1200 هكتار دفعة أولى من العقارات التي ستعطى لهذه الفئة الاجتماعية. في الكاف اعطينا 250 هكتار. تو الولايات كل والي يقترح علينا مجموعة واحنا نعمل موافقة عليهم في مستوى المركز ونحيلوا لسد الولايات باش يعطوهم في إطار. سمحني سيد لحظة نكمل النقطة بعد. وهو وبتنسيق مع التكوين المهني والتشغيل لتوفير القروض والدعم المالي اللازم لهؤلاء الشباب حتى الانطلاق. حسب نعم ثم شروط، ثم شروط منظمة بالفلوس. وين نلقاهم الشروط هذه؟ موجودين على موقع موقعنا احنا. يعني انا سؤالي هو مدى شفافية التعامل مع المستغلين الجدد؟ الأراضي هذم يعني تم إسنادهم حسب القانون. الناس اللي كانوا يستغلوهم ما كانت الأسماء. محمد تحدث في الإجراءات القديمة والإجراء الجديد. في القديم. ذكر. زاد عطوهم حسب القانون، أما عطوهم للأحباب والعائلة والأقارب، صحيح ولا لا؟ اليوم أنا كتونسي شون اللي يضمن لي أنه توزيع الأراضي هذو اللي كانوا أنتم استعدتوهم لأنه في تقديركم أنه تعطاوا للي ما يستحقهمش. اليوم أنا كيفاش نضمن أنه الأراضي تعطى لمن يستحقها؟ بالحذر في تطبيق القانون سبحانه. القانون في حد ذاته ليس سيئا. القانون في ذاته ليس سيئا. التهاون في تطبيق القانون هو سيء. النصوص التي كانت مقامة في قانون 95 كان نص إيجابي وبناء ونص ممتاز. لما حال احنا تو نرجع فيه في إطار مجلة الأملاك الوطنية اللي حلتها صحيح مجلس الوزراء، ولكن نص حماة الملك الدولة الفلاحي من البيع. وتصور سيادتك تصوري لو كان فما إمكانية لبيع ملك الدولة الفلاحي تبقى قانون 95 راهو تو ما لحقناش على حتى جزء من الأملاك هذه. بالتالي القانون في ذاته تعرف وين الإشكالية؟ وين مش في القانون، الإشكالية في الرقابة. فما عقارات دولية فلاحية بقات بـ15 سنة لم تقع رقابتها إطلاقا. بالتالي كي القانون شكول كراسة شروط تقول تقول رقابة مرتين في السنة. وقت أنت تكون وراء الإدارة كوزير وكمدير عام وكرئيس ديوان وكمدير جهوي وتضمن أن الرقابة تتم مرتين في العام وترفع التقارير، ضيقت الخناق على إمكانية إرجاع الضيعات اللي توكل التوانسة حدائق خلفية لمنازل وقصور أشخاص.
راهو مطلوب أن رجل الأعمال يستثمر في القطاع الفلاحي. فما عقارات اللي هي كبيرة ومساحتها شاسعة والدولة تحب تحافظ عليها كأراضي غير مشتة، ما نجموش احنا نستثمروها لا بواسطة لوتي دي ولا نجمو نستثمروها بواسطة أجهزة الدولة. مطلوب أن رجل الأعمال اللي لبس عليه يجي يضخ المال في هالقطاع اللي يستحق ديما دعم. ولكن وين تحول المشكلة؟ أن يحولها إلى منتزع شخصي، أن ما عملش حسب كراس الشروط، الغاية منها هي إحياء الأرض والمحافظة عليها للأجيال القادمة ويحولها إلى إرادة. هذا احنا على هذا المعيار قمنا بالرجاء، على هذا المعيار قمنا بإسقاط الحق، على هذا المعيار معيار حسن تطبيق كراس الشروط الذي يجمع بين الدولة. حكينا سيد الوزير على بالنسبة للمنتفعين ينجم يكونوا من أصحاب الشهادة العليا، حكيت أيضا أنت على إقبال عدد من الموظفين للخروج من الوظيفة العمومية، في المقابل يمشي ويعني ينجزوا مشاريع فلاحية تنجم يعني هي هذه المقاربة اللي قلنا شنونا قلنا احنا توا جاب حذايا السيد والي توزر ونحب نذكر الأشياء. جاب حذايا السيد والي توزر وطلب 3000 هكتار، يقول موظفين شباب ينطبق عليهم هذا مستعدين لمغادرة الوظيفة العمومية. ثم إقبال ثم إقبال شديد، يقول لك أنا هكتار ولا 2 هكتار بتاع دقلة موجودين في توزر أفضل لي من مرتب أستاذ نقرب فيه. بكل قال كيفاش مش ترافقهم الدولة في مشاريعهم هذه؟ هما شو ذي تكونت لجنة مشتركة ما بين وزارة أملاك الدولة وزيرة وزارة الفلاحة ووزارة التكوين المهني والتشغيل، والغاية هو أنك رفقهم حسب ديشان دو فالور. نقوله في منطقة القيروان مش عارف أنا باش تنجز الطماطم الصغيرة اللي هي تنجم تكون بعتلي فما يقع تعليبها هذا ديشان دو فالور تخدم عليه مؤسسات. اقل وزاره نجم تخدم على ديشان دو فالور هذه وزاره املاك الدوله وزير املاك الدوله، لان عندي كلابور نتاع الارض، لا عندي ابور نتاع فلوس ولا عندي ابور نتاع خبره في الميدان الفلاحي اللي هي مكلفه به وزاره الفلاح. ملف اخر كبير محمد بالنسبه للملف البنك الفرنسي التونسي. انا يعني هو دوم ملك طرحت السؤال، انا هو سليم بن حميدان يعني نعرف اللي هو رفيق دراسه بالنسبه ليك. انا خذيت المتريس هو لا اي معناها قريتوا مع بعضكم حتى جبل خقرة معنا نعرفوه منكم اي ماهوش وزير يعني خويا اما نحكي لك على اللي كان قبلك في الوزاره اي ذكر وفما 1000 مليار يفترض انه الشعب التونسي مش يدفعها في قضيه يعني البنك التونسي الفرنسي شنو هي الوضعيه تاعك شوف اسمع شوف سي محمد انا علاش حبيت نشوف الموضوع هذايا احنا قايمين بكل جهد احنا جينا نلقوا ملف حكماء راهو سيد الوزير تقول لي قائمين بكل جهد ما تطمنيش إيه نجماني نشارك في سباق 1000 متر ونعمل كل الجهد ونجي لخر لا متفقين شوف هذا كل الجهد وين يوصل اش معناها اقول اش معناها كل جهد نجاوبك اي كل جهد يعني فرعيني الفرع الاول هو ان احنا فما نقاشات جديه مع المعنيين بهذا الموضوع للوصول الى حلول رضائيه بيناتنا وثانيا نقوم بالاجراءات القضائيه لان مش اللي طلبوه هما يمكن أن قايمين بتجارب يعني البنك هذه لو كانت عملت إيش نجم تدخل فلوس وكوننا مكتب محاماة تونسي ومكتب خبرة مالية تونسية إلى جانب المكتب الأجنبي يعني أخذنا بكل الأسباب أنا في الملف هذا هو محامي الدولة احنا ماناش احنا شو مسؤوليه الوزير السابق سليم بن حميدان في الملف هذا؟ هذا هي امام القضاء الملف وخلي القضاء يجاوبها انت الوزير اللي معناها اليوم يعني خذيت الملف لكن مش انا الوزير اللي حمل مسؤوليات أنا نقول هو الآن تحل أمام القضاء والقضاء يقول كلمته قبيل سمحت لروحك اللي معناها تجاوب شوق الطبيب قلت لا ما لقيتش يعني تقصير أو أخطاء إجرائية اليوم أنت تطلع على الملف هذا نفي سليم بن حميدان لقيت أخطاء إجرائية سي محمد ما نحبش ندخل في نقاش ما يفيدش الدولة في المرحلة هذه أنا الملف هذا تعهد به القضاء ويعتقد أنا قريت في الأخبار وفي وسائل الإعلام أنه تم إحالة مجموعة من الأشخاص أمام القطب القضائي المالي هذا كافي ان شاء الله انا نتمنى كل تونسي ماهوش مدان نتمنى ان كل تونسي مش امام القضاء ياخذ عدم سماع الدعوه انا ما نتمناش ان وزير ولا مسؤول في الدوله التونسيه خالف ضميره في الملف هذا واضح بيه نتعداو الموضوع اخر تصريحاتك بخصوص اعاده محاكمه الوزير السابق احمد فريعه قلت انه اثاره الدعوه العموميه ضده من جديد كان خطا جسيم خلينا نفهم منك وين تراه الخطا في المساله هذه يعني انا كنت نعتقد ان الموضوع مش يعمل نقاش القانوني هذا ولكن واش نقول خلينا الموضوع هذا نقوله بكل وضوح وانا معناها محمول عواجب التحفظ ونعرف وين التحفظ وين ما تحفظش. سيان بن سدرين مش نقاش قانوني، سيان بن سدرين طالبت على المباشر بعزلك
مش نقاش قانوني. وانا جاوبتها سي محمد، طالب انا قلت اذا كان عزلي من اجلك قولي الحق فهو فخر لي. شو انا بلكش جاي على البقاء، انا باش نمشي اليوم والغدوة، اما قول الحق نقول اليوم والغدوة. هذا هي مقاربة الاشخاص. انا اقول ان الهيئة الحقيقة والكرامة انتهت اعمالها يوم 31 ماي. انا سلطة تنفيذية. وقتاش دخل أسمح. الحكومة جسمه لان انهاء اعمال الهيئة وينشر هذا القرار في الرائد الرسمي. 31 ماي هو تاريخ انتهاء. انا سلطة تنفيذية، جاني مكتوب من سيد رئيس البرلمان قال لي انتهت اعمالها والبرلمان هو الذي احدثها، بالتالي انا ما بدخلش في نقاشات بيناتهم. هذايا سهام مسؤولين طلبت التمديد والبرلمان رفض. اعلام تبليغ تمديد، هذايا نقاش يخرج عن دائرة السلطة التنفيذية. انت كوزير تتعامل معاها اليوم؟ انا كوزير قلت في البرلمان، قلت في القصبة في ندوة صحفية 1 جوان ما عادش نتعامل معاها. ابارتير دو برومي طلبتش منك حاجة هيئة الحق والكرامة؟ هي تطلب، واحنا على كل حال نعرفوا نتصرفوا طبق القانون. خلينا نزيد نزود شويه في الموضوع هذا. وعكس ما سمعته يقال من بعض رجال القانون، نحترم الاراء الكل، القرار السلبي لا يتم اشهاره بالرائد الرسمي. ايش معنى القرار السلبي؟ لو ان مددنا لسهام بن صدري كان ينشر وجوبا. ليش؟ لانه قرار ايجابي. لان المواطن التونسي علم من خلال الرائد الرسمي الذي جاء به قانون العدالة الانتقالية أن مدتها 4 سنوات. المواطن التونسي ضحية أو متهم يجب أن يعلم بنفس الشكل، أي بالإشهار في الرائد الرسمي، أنه وقع التمديد مدة سنة أخرى في عمله. مثلا باش نقرب الصورة ليك وللسادة المستمعين، موظف عمومي يتقاعد 60 سنة، إذا وقع التمديد له يجب إشهار التمديد له في الرائد الرسمي. أما عدم التمديد يطلب هو ونرفضه احنا، عدم التمديد لا يشهر لان القرارات السلبيه لا تشهر. الهيئه رايده حاليا التعامل سمحني. مع قرار الصادر عن مجلس نواب الشعب في مارس 2018. انا ضميري مرتاح انه هذا الموضوع تم الانتهاء منه قانونا ومحامين تناقش هذه المساله. لو يجي الان المشرع التونسي ويعطي العداله الانتقاليه 10 سنوات اضافيه انا نتعامل معه لانه قانون. سي مبروك، الهيئه هذه ورئيستها قالت من نفس الكرسي اللي انت جالس عليه بعد ما سالتها، اللي هي تعمل في اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات ووزارات تهدي في سيارات الهيئة. أنا سألت قلت لها ملك الدولة يفترض يرجع لوزارة أملاك الدولة، قلت لا، رئاسة الحكومة موافقة على الاتفاقات اللي نعمل فيهم. أنت كوزير يعني مؤتمن على ملك الدولة، ترى في التصرف متاع هيئة الحق والكرامة هذا تصرف سليم؟ لا أراه تصرفا سليما، وكتبت في هذا الموضوع السيدة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وبعثت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة لإجراء الرقابة على ملك الدولة، وطالبتها بتسليم هذا المال إلى ملك الدولة، ولكن أسمعت إن كنت ناديت حيا. أيضا السيارات التي تتنقل بها الهيئة هذه سيارات ملك الدولة ويجب أن تعود إلى الدولة ولا تسلم في إطار اتفاقية ثنائية. هذا ماذا سيقع بعدين؟ هذا تعرف سي محمد احنا موجودين في حقل سياسي نشتغلوا فيه، وشويه شويه تو نوصلوا نصفوا كل الملفات القانونيه الموجوده. يبقى للحقيقه القانونيه يجب ان نمارس اعمالنا، احنا مارسنا اعمالنا، قمنا بالتنبيه، قمنا باجراءات محاولات جرد المعدات لان هذه من اموال عموميه من الخزينه العامه. السياره اللي موجوده عند السيده بن صدرين ولا عند اي شخص في الحقيقه والكرامه هي سيارات من الخزينه العامه للدوله، وبالتالي هي ملك دوله. وايضا المعدات والمنقولات الموجوده بهيئه الحقيقه والكرامه هي ملك الدوله. الاصل في الامور ان وزاره املاك الدوله تشرف على عمليه الارجاح وتضعها على ذمه الحكومه وهي تتولى. هو يفترض انك وزير تقني، لكن انت طبعك يخليك يعني دائما منفلت، تحب تحكي في السياسه، وذاك علاش فسلك في السياسه؟ علاش تعتبره في ناتيك؟ فما وزير تقني هو معناها وزير الفلاحه وزير تقني؟ لا، كاتب دوله للصيد البحري تقني. لو سمحت، لا مش صحيح، لا مش صحيح. وزير الفلاحة أكثر وزير سياسي يجب أن يكون في تونس. أي سيدي خلينا نحكيو مال السياسة. أي تفضل، شو المشكلة؟ وقت ما طلعت حكاية حكومة الوحدة الوطنية كتبت مقال أنت اعتبرت أنه استقالة لحبيب الصيد واجب أخلاقي. قلت حرفياً أن علاقة الصيد بالباجي هي التي جعلت الأول رئيساً للحكومة، لذلك عليه أن لا يخون الثقة التي منحت له من قبل رئيس الدولة الباحث عن توحيد القوى الوطنية في حكومة وحدة. تشخيص هذا هل يصح على يوسف الشاهد
لأن يوسف الشاهد أيضا علاقته بالباجي هي التي جعلته رئيسا للحكومة، وعليه أن لا يخون الثقة التي منحت له من قبل رئيس الدولة. أولا السؤال هذا معناها ربما واجب تحفظ كوزير يكون قائم، لأنه هذاك رأي حر في قبل ما ندخل الحكومة. جاوبني على الجزء الثاني. ثانيا هذه حكومة وحدة وطنية موجودة، ونحن موجودين طالما أن الآليات بقت. السيد رئيس الجمهورية مازال متوجهش للبرلمان على طبق الفصل 99، والسيد رئيس الحكومة ممشيش للبرلمان. طالما أن الآليات القانونية ما قامتش احنا موجودين ونشتغل، وإذا كان أحد الآليات القانونية قامت مغادرة الكرسي ما عنده حتى. أنت معني بالتحوير الوزاري؟ إذا كان جد الثقة باش نبقى نشتغل، وإذا كان مجدوش الثقة ما كنت بنعرف وين. ما فاتحكش رئيس الحكومة في الموضوع؟ أنا ما ناقشتش المواضيع هذه مع السيد رئيس الحكومة. دونك ما عندكش علم بالموعد؟ لا. شكرا. ونعتقد مش واجبي نعرف الموضوع هذا وما نهتمش به برشا. شكرا لك مبروك رشيد وزير أملاك دولة وشؤون العقارية على حضورك معنا. مازلنا مواصلين معكم في رونديفو 9، بعد شوية باش نستقبلوا إيمان جزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي بعد الفاصل.